What we are doing? You are riding an elephant. المهم ادري اطلع في هذا الفيلد هذا كي تشوفوا معايا. غنربو فيه التركيلة كما تشوفوا كبير تبارك الله ما غنربو التركيلة في وسط الشارع الهندي. شوف الخط وين كنت كاش منه. راح نطلعوا بهذا الشيء. ها؟ ترى علام ترى علام ها هو اخونا غادي بيا ترى علام ترى ايش طالع طالع اسم السابعة واو 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 ها هو مول الفيل تخيل معايا دابا طالع فوق هذا الشيء ملي بغيت نطلع راه مصيبة فيل المهم راه كي ما كيضربوش راه كيركبوا معاه كيطبق هذاك الشيء اللي كيقول ليه ركبت في هذا الفيل دابا ب 400 روبي تقريبا واحد 60 درهم تخيل معايا المنظر كيدير من الفوق على الشجره حدايا طاحتي الله يستر توضى في الدنيا المهم تجري بابا فلان خاصنا نديروا اي حاجه احنا ركبنا في الفيل المهم الشتاء هاي معايا اللي وقفت لي دخول باش نركبوا في الفيل صراحة تجربة ممتعة نتمنش عليها سير شو أن الفيل دابا فهمتي غادي كيتزعلل واش هاد البدلي هنا باش كاع ما نطيح أمو الفيل المهم شاد البدلي هنا بغيت ندور الكاسكيت أما غاديش نطلق يد فايت راك فوق العاود راك فوق الموطور ما خاش فوق غاش ركبت ولكن باش تركب فوق فيل راك تدخل حداك الحيوان ب 50 درهم عاد باغي تركب فوق منه ب 60 درهم صراحه هو وسط الشارع الهندي تخيل معايا وسط الشارع الهندي عرفت شنو ولا العالم هو انه تخيل معايا هو غادي وكيضربني بودني كيضربني بودني في رجلي ترى على يلا اكيليبريت راسي ودابا قرب نبدل الكاسكيطه والله بحال شي مالك واه 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 كتب لكم مدينة من الفوق على من الفوق كتب لكم مدينة الله يسهل هلو ايشي كام ويذ مي باي امشا هاف ا جريت ترا باي انتوما كار حدا وقف حدايا بحال طالع فوق كار ركبت فوق الفيل بحال طالع فوق الكار انتم الناس بالنسبة للثمن في الوطنية 11000 روبي 11000 روبي تقريبا واحد 160 درهم اوكي الحمد لله معنا اشتا هندية صديقة ديالي اللي هبطت لنا الثمن 60 درهم وحنا غاديين دابا وصل الفيل صراحة شغل معايا مع هذا الغروب كاين الشمس ليك تغرب طالع في الفيل وصل الهند والبقر ليه المهم احنا جربنا فيل ها البقر اويا عارف شو مريح عوج صراحة شنو دابا حاس براسي مريح عوج شوف الغروب ليه طيش هربان الجو خطير ايش ترى باقي كتطلع حدايا بموطور مع كاين الموطور اليوم كرينا موطور تاهو تقريبا ب 12 ساعة ب 30 درهم 30 لا 40 درهم 12 ساعة ب 40 درهم ودابا ركبت في الفيل ب 60 درهم يعني خسر الفلوس ولكن ماشي مشكل كنستمتعوا والحمد لله لاشين تبارك الله راه غادي دابا مزيان عجباني هلو هاو ار يو الهنود كيربوندي وش المسلمين شوفوا شوفوا هاد اللعيبه قدامي ديال الاشهار طالع قريب لها حسب راسي قريب لها هاي ديال الاشهار شو حسب راسي قريب لها اويا عاش بالسوق فيل عاش بالسوق فيل وسط الهند سجل حسب راسي نطيح
هلو. مهم ايش لك تصور فيها عند راس محل شي مالك. ايشي ايشي شو هاد خونا شو بنا المحلية شوف شو بنا كيبان قصاور شي طنوبيش كيبان صغار كلش كيبان صغار مش عارفوا الدخامة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. مهم غادي نقول وقفني هنا ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. مهم اللي بقى ما تابوناش يمشي تابونا اللي بقى ما دار الجيم عطينا الجيم هو يوقفني هو كاع الفيل غاد احنا بطنا من هنا خصنا نخلصوا دابا صح هذاك الشيء نادي وات لا مزيان على ايه بك او يا فيري جود اكسبيرينس تجربه ممتعه يا مزخ مصبرين الفيل تنخاف من هذا الشيء انا نعمل ولكن هذا الشيء نادي تجربة الفيل مع المهم الفيل عنده 25 عام انا عندي 26 عام تسقي صورة على جيلات ما عرفتش لاجيري. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. المهم ما تبخلوش عليا بجيم وتابعونا وفلاشينا احنا You love him more than me. المهم نصر عزيز في الفيلم الله يشي لحمه سخون على على هنا عنده صوب ديال راسه خفيف بحال اصلع المهم في راس اصلع الدراري انتم من هنود عزيز عليهم الفيل او ماي جاد في سكيري كم تو مي كم تو مي كم تو مي هي وونتس تو ايت سمثينج سو هيز اسكينج فور سمثينج هلا 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 باي ثانك يو هاي الفيل غادي يخلينا بسلامة اخوي الفيل لازم حنا الموطور نو نو المهم داكشي علامة الدراري صراحة تجربة واعرة